القصور القديم الاسم الفرعوني ليه تاغو، وترجمتها أرض الترجمان. هذا يوحي أن أهل القصور القدامى كانوا يعملون ترجمة أو تراجمة لرحلات بلاد بونط بالتحديد. ثم ارتبطت القصير بطريق وادي الحمامات اللي هو في غرب القصير ب 180 كيلو إلى قفط، اللي هي تعتبر أضيق مكان على النيل بين البحر الأحمر ووادي النيل. في العصر البطلمي كان للبطالمة أسطول في هذا الميناء. في العصر الروماني كان هناك مدينة رومانية كاملة تتبع الميناء. إيه السبب في انتقال السكان من القصور القديم؟ ثلاث أسباب. كان هناك بئر يسمى الطرفاوة، هذا البئر يبعد عن القصور القديم بحوالي 25 كيلو وهو قريب من هذا المكان. ده السبب الأول. السبب الثاني اللي هو اعتداء البدو. السبب الثالث واللي هو ضرب الأسطول البرتغالي بقيادة كاسترو في ظل الصراع التجاري بين الدولة العثمانية والبرتغال للسيطرة على البحار والموارد. الثلاث أسباب دول عجلوا بانتقال الكتلة السكانية للقصير للمكان الحالي 1451، أي مصر تحت الحكم العثماني. القصير كان رواجها في التجارة. التجارة كانت تجار القصير من الأغنياء ثم الصين. دخلت القصير عهد التعدين في العام 1910. شركة إيطالية مدعمة من بنك روما بدأت في 1910. 1912 بدأ العمل.